السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامج إيزي دكت من ساي. طيب دلوقتي هبدأ أرسم الدكت بتاعي بالشكل دوت. هبدأ أشوف البلو ريفرنس والارتفاع عن الفلور الأرضية، الماتيريال اللي هشتغل بيها، التايب أوف سكشن، الويتس والهاي، نقدر نغير في أي وقت. أكسبت وأقول له الدكت بتاعي مش هرسم من هنا لهنا، وركرك عشان اخرج من الامر. وبعد كده ممكن اجي هنا اقول له خلي ده مثلا 200 مثلا، اوكي، ومن هنا لهنا بالشكل دوت اهو. وممكن ابدا ارسم الضغط بتاعي بالشكل دوت، وهقول له مثلا ان ده وزر جريل، الديسكريبشن والتايب كل المعلومات اللي انا محتاجها، وروح حطه هنا بيسحب الهواء من هنا. وممكن اقول له بقى انا عايز احط مثلا جريل، مثلا هنا اهي، وروح مركز انها تبقى من تحت، وهنا برضو ممكن اخليها له مثلا من الجنب بالشكل دوت. وبعد كده هقول له اعمل لي جنريت لي فيتنج، فيبدا يعمل لي الكوع بالشكل دوت، ويبدا يعمل لي الريديوسر، وانت بتمشي بيبدا يحط لك المقاسات زي ما انت شايف، يحط لك كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها، الريفرنس، الهاي، المانفاكتشر، الماتيريال، اللينس، الفلو، التوتال، الفيلوسيتي، كل دوت.